بعد أسبوع على استشهاد طفله حرقا على أيدي المستوطنين في نابلس، والد الرضيع علي دوابشي يستشهد متأثرا بحروقه. مقتل وجرح عدد من المسلحين بكمين للجيش السوري في منطقة براق شمال السويداء. إياك يا إياك يا جان أهوجي إنك تنزل الجيش. العماد دعون يدعو أنصاره إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع، ويحذر العماد قهوجي من وضع الجيش في مواجهتهم. الجيش اليمني واللجان الشعبية يقصفان مواقع سعودية في جيزان وعسير، وغارات عنيفة للتحالف على مأرب. وفي نافذتنا على أمريكا اللاتينية، مدينة ماتشو بيتشو التاريخية في بيرو حضارة فوق السحاب. يشيع الفلسطينيون سعد دوابشي والد الطفل الرضيع علي دوابشي الذي استشهد متأثرا بحروق أصيب بها نتيجة حرق منزل العائلة في نابلس على أيدي مستوطنين قبل نحو أسبوع. وأفادت مصادر محلية في بلدة دوما جنوب نابلس بأن عائلة الشهيد دوابشي أبلغت بوفاة سعد الذي كان يرقد في مستشفى سوروكا بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الحروق البالغة التي أصيب بها. وكان الرضيع علي دوابشي نجل سعد قد استشهد حرقا في الاعتداء، فيما أصيب سعد وزوجته ريهام وطفلهما أحمد بحروق بالغة. هذه المشاهد تأتيكم مباشرة من نابلس في الضفة الغربية لتشيع والد الشهيد الرضيع علي دوابشي سعد الدوابشي بعد أن استشهد صباح هذا اليوم في مستشفى سوروكا داخل الأراضي المحتلة عام 48 متأثرا بالحروق البالغة التي أصابته جراء حرق منزله من قبل مستوطنين. إذن هذه المشاهد هي مشاهد مباشرة للتشييع الذي يحدث الآن في مدينة نابلس في فلسطين المحتلة. طبعا ننوه إلى أن باقي العائلة والدة الرضيع علي الدوابشي سيدة ريهام وأيضا الأخ الأكبر أحمد دوابشي لا زالا يرقدان في حالة خطرة في مستشفيات داخل أراضي المحتلة عام 48 دون أن يعرف مصيرهما. فتح أحمد الدوابشة عينيه الصغيرتين، لا يعرف ابن السنوات الأربع أين هو، لا يعرف ما الذي أوصله إلى سرير المستشفى، ولا يعرف لماذا يلف جسده النحيل بالضماد. أحمد الذي نام على لهيب نيران أضرمها المستوطنون في منزله تحدى الموت الذي أرادوه له، عاد إلى الحياة ولا يعرف بعد أن أخاه الرضيع علي لم يقوى على ألسنة النار التي سرقت أشهره 18. والد أحمد وعلي هو الآخر أصبح شهيدا بعد أيام قضاها في مستشفى سروكا نالت جراحه منه. استشهد سعد الدوابشة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الحروق البالغة التي أصيب بها جراء حرق منزل العائلة في بلدة دوما جنوب نابلس. أعضاؤه الحيوية كالكليتين والكبد تهتكت ولم تنفعه العناية المكثفة في المستشفى. ريهام الزوجة والوالدة لا تزال ترقد في المستشفى في حالة حرجة، فالحروق من الدرجة الثالثة أصابت 90% من جسدها. هذه مأساة عائلة الدوابشة اليوم، العائلة المذنبة بتمسكها بأرضها والتي دفعت حياتها ثمنا للحقد العنصري. ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين
المحتلة ناصر اللحام. ناصر، كيف يلقي هذا الخبر بظلاله على الضفة الغربية وأيضا داخل فلسطين المحتلة عام 48؟ نعم، كما تدخل القصة بمتابعتها وخطورتها تدخل على جديد. لا حتى أن منسق عام الأمم المتحدة روبرت فيبرس أصدر بيانا قبل العرب كلهم، أصدر بيانا وقال بأنه بعد إحراق عائلة دوابشة يريد أن يرى العدالة تتحقق، في إشارة إلى أنه لم يجري اعتقال متهمين لغاية الآن، المخابرات الإسرائيلية والموساد والجيش وميزانياتها الضخمة وطائرات التجسس وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر والكاميرات، كل هذا ولم يستطيعوا اعتقال 4 مستوطنين نفذوا الجريمة وعادوا إلى المستوطنة والكاميرات تكشفهم. وبالتالي هنالك شعور بالغضن، هناك شعور بالاستشباع أن إسرائيل استبدلت تحقيق العدالة بسيل من الشجب والاستنكار، وكأنها شريك في الشجب والاستنكار وليس شريك في الجريمة. هذا يشعر الفلسطينيين بالظلم أكبر من مما يتحملوا، وكذلك بأنه لا يوجد أي واحد معتقل يهودي على ذمة هذا الملف لغاية الآن بعد 9 أيام من الجريمة. نقطة أخرى أنه استنفار الجيش الإسرائيلي منذ 9 أيام في الضفة الغربية ونشر الجنود على محاور المدن والقرى لم يكن لحماية الفلسطينيين، والدليل على ذلك بالأمس تم إطلاق النار على أحد الشبان للجد إصابة خطيرة. السيارات الفلسطينية صارت تخشى من الجيش أكثر من المستوطنين، وبالتالي أي حركة حتى لو كانت تلقائية وعشوائية، وخصوصا أن الجنود لا يلبسون الفسفور وهم يعني متواجدون على قارعة الطريق ويمكن لأي سائق أن يقترب منهم، هذا يعني حكم إعدام جديد، أصبح الجيش أسوأ من المستوطنين في إخافة. طيب ناصر، لا يوجد أي معتقل كمان. على صعيد السلطة الفلسطينية وتحركاتها، هذا الملف أصبح سلم إلى الجنائية الدولية، أليس كذلك؟ وهل من جديد أو متابعة لهذا الملف هناك؟ بالإضافة إلى ردود الفعل المتوقعة، تحدثت قبل قليل مع الدكتور رياض الماسي وزير خارجية فلسطين وأكد أن هناك استنفار في جميع سفارات فلسطين في العالم، يعني نحو 101 سفارة في العالم، والجميع يكرس كل وقته وجهده لهذه القضية في إشارة إلى أن الأمور أخذت منحى آخر في اعتداءات المستوطنين. وأكد وزير الخارجية بأن هذه قضية إنسانية بحتة لكل العالم وليست قضية حزبية ولا فيها أي رأي فصيل، وإنما قضية تهم البشرية كلها، وهذه جريمة ضد الإنسانية، وأن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء في الموضوع، وأن كل حالات الشجب والاستنكار التي أظهرتها إسرائيل لم تنطلي على الدبلوماسيين الفلسطينيين الذين يصرون على إرفاق كل التفاصيل المتبقية بجريمة إحراق عائلة الدوابشة لمحكمة العدل الدولية. نعم ناصر، أرجو أن تبقى معي في غضون ذلك. دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف مجددا إلى تقديم مرتكبي جريمة حرق عائلة دوابشة إلى العدالة. وأعرب ميلادينوف في بيان صحفي عن حزنه العميق لوفاة سعد دوابشة والد الطفل علي الذي استشهد في هجوم متعمد على منزله في قرية دوما في 31 من تموز يوليو الماضي. على خط آخر، حذرت حركة حماس من إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته تنفيذ قرار التغذية القسرية ضد الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ 55 يوما. الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري حذر سلطات الاحتلال من الإقدام على هذه الخطوة، داعيا الأطراف الدولية إلى التدخل لوقف العبث الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين. وكانت هيئة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أكدت مواصلة علان إضرابه رغم تدهور وضعه الصحي ونقل له إلى مستشفى سروكا. ونسأل ناصر اللحام في بيت لحم عن تفاعل هذه القضية المتعلقة بإقرار هذا القانون، وكأنه بدأ التنفيذ. ناصر، هل يمر القانون دون أي تعليقات أو اعتراضات أو تفاعلات؟ أولا بشكل صحفي نقول إسرائيل تلعب بالنار. ملف الأسرى ملف حساس جدا جدا ودقيق جدا جدا، وتدخل فيه الرئيس الأمريكي شخصيا وجون كيري حين الإفراج عن المعبدات. المجتمع الفلسطيني يتفاعل مع ملف الأسرى أكثر من أي ملف آخر. حذر الأخ عيسى كراكة وحذر قدورة فارس رئيس نادي الأسير وحذرت السلطة بشكل رسمي من اعتماد الزوندة باللغة العبرية أو التغذية القسرية عن طريق البربيج بالأنف إلى المعدة.
حذر من خطورة ذلك. والأخطر والأهم هو أن نقابة الأطباء الإسرائيليين رفضت وقالت إن هذا مناف للأخلاق الطبية في العالم وأن هذا سيؤدي إلى وفيات وبالتالي جريمة. اليمين الإسرائيلي الجامح في الكنيسة يقوم بصياغة وسن قوانين خطيرة جدا على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بالأسير علان فعلا هنالك حالة خطيرة. بالأمس سبع الفلسطينيون وجود والدته أمام المستشفى طوال الليل، ذهب إليها أعضاء كنيسة العرب على رأسهم عضو كنيسة العربي أسامة السعدي وبقي معه وهو محامي في الأصل ويفهم في القانون الإسرائيلي جيدا. المتابعة لهذه القضية وأكدت لنا السلطة بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية أكدت أنها ستقوم بتغذيته قسرا. هذا يضع الأنشوطة حول عنق هذا الأسير الضعيف الواهن الذي اعتمد أسلوب النضال السلبي وجميع نفسه. من أجل كمان. ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين كنت معنا مباشرة من بيت لحم، شكرا جزيلا. فجر الجيش السوري عبوات ناسفة بمجموعة من المسلحين في منطقة براق شمال السويداء حيث وقع أفرادها بين قتيل وجريح، وأظهرت مشاهد نشرها الإعلام الحربي اللحظات الأولى للتفجير. وفي واشنطن دانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة اختطاف تنظيم داعش المدنيين في محافظة حمص. الخارجية دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المخطوفين وعن كل المدنيين المحتجزين لدى التنظيم. وكان المرصد السوري قد أعلن أن داعش اختطف أكثر من 230 مدنيا بينهم عائلات مسيحية في بلدة القريتين بمحافظة حمص. وفي نيويورك تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع بتأليف لجنة تحقيق في هجمات الكيميائي في سوريا. وبحسب القرار الدولي الجديد فإن على الحكومة السورية التعاون مع فريق التحقيق الأممي على أن تكون مهمته تحديد المنفذين والمنظمين والداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح في سوريا. تقرير نزار عبود. 4 أشهر من المشاورات الصعبة قطعها القرار 2235 بعد اعتماده بالإجماع لمحاسبة مستخدمي السلاح الكيميائي وغاز الكلور في سوريا. إنه يستند إلى القرار 2118 الذي تخلصت بموجبه سوريا من ترسانتها الكيميائية، وبالتالي فهو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. The joint investigative mechanism. آلية التحقيق المشتركة ستتعرف عليكم إذا ضربتم الناس بالغاز، وهذا الإجماع يجعلنا نظهر إجماعا مماثلا من أجل إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة السورية. قبلت روسيا القرار بعد فرض شروط بأن تضم آلية التحقيق المشتركة التي ستتشكل بمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خبراء من مناطق جغرافية متباعدة، وستعمل بموجب مبادئ ومرجعيات محددة وتمهد لحل سياسي عاجل في سوريا. روسيا تدين استخدام غاز الكلور في سوريا، وما تم اليوم يندرج في إطار جهود مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل سياسي في سوريا. سوريا التي أوفت بكل التزاماتها وتخلصت من برنامجها الكيميائي بالكامل اتهمت لجان التحقيق السابقة بقلة المهنية كونها تجاهلت هجوم خان العسل، كما اعتمدت على شهود من الخارج من دول داعمة للعنف في سوريا. الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طائرات الهليكوبتر تم الاستماع إليهم داخل الأراضي التركية وليس داخل الأراضي السورية، وبالتالي فهم شهود مشكوك في نزاهتهم للأسباب التي يعرفها الجميع. ويبقى أن القرار الجديد لن يصبح نافذا إلا إذا استوفى مجموعة من الشروط. بعد 20 يوما يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الذي يتضمن قائمة بالمرجعيات والشروط التي ستعمل بموجبها الآلية المشتركة للتحقيق، وبعدها خلال 5 أيام سينظر مجلس الأمن الدولي في تلك القائمة ويعتمدها إن كانت صالحة حسب تقدير الأعضاء. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك،
الميادين. إلى تركيا، حيث تتصاعد الأزمة بين السلطات وحزب العمال الكردستاني مع تجدد المواجهات في الشارع. هالة بطرس. سحب الدخان في الشارع التركي تكاد تحجب فرص تسوية قريبة بين الكرد وأنقرة. هنا في إقليم شرناق، اشتباكات متجددة بين السلطات وحزب العمال الكردستاني ترفع محصلة القتلى من الطرفين وتزيد الوضع السياسي تعقيدا. رفضنا نحو الداخل، نجحت في إنقاذ أبي وأخوتي، اندلع حريق لم يأتي أحد لمساعدتنا. بعد مواجهات دامية في سيلوبي، نظم مناصر حزب العمال الكردستاني احتجاجات جديدة في هذا الإقليم قرب الحدود مع سوريا والعراق. المتظاهرون وضعوا عوائق على الطرق. الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات. بيان صادر عن مكتب المحافظ اتهم مناصري حزب العمال الكردستاني بمهاجمة القوى الأمنية، فيما أكد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي فيصل ساري يلدز أن الشرطة فتحت النار على المدنيين. وسط تناقض الروايات حول الأحداث والمواجهات، تمثل هذه التطورات في رأي كثيرين ضربة قوية لمحاولات تأليف حكومة ائتلافية. نحو 1000 شخص أوقفوا في الأسابيع الأخيرة للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني. سقوط عدد من القتلى من الطرفين سجل في اشتباكات شبه يومية تزامنت مع غارات للطائرات التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني أدت إلى مقتل أكثر من 260 شخصاً. وبحسب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، فإن التحالف شن 300 طلعة جوية، 3 منها فقط استهدفت داعش، فيما استهدفت الأخرى مواقع للحزب الكردي. على خط موازن، اعتبر بليز ميستال مدير الأمن القومي في مركز سياسة الحزبين الأمريكي للأبحاث أن واشنطن أخطأت في إشراك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التحالف ضد داعش، إذ أن أردوغان يقصف الكرد وهم المجموعة الوحيدة التي أظهرت نجاحا ضد التنظيم. مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية أكدوا فشل التحالف في إضعاف داعش الذي لا يزال يحافظ على قوته. تقرير زهرة ديراني. داعش لا يزال قويا، مر عام على بدء الضربات الجوية لتحالف قادته أمريكا، وعدد مقاتلي التنظيم الذي يراوح بين 20 و30 ألف مقاتل هو نفسه. هذا ملخص ما صدر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، تقرير عده كثيرون محبطا للأمال التي عولوا عليها في تقليص نفوذ وقوة داعش في المناطق التي يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا. التقييم الإيجابي الوحيد الذي انتهى إليه التقرير الأمريكي هو حالة الجمود التي يمر بها التنظيم حاليا. ولكن لماذا بقي داعش على حاله رغم تحالف عشرات الدول للقضاء عليه؟ هذا السؤال أجابت عنه لوموند الفرنسية. تقول الصحيفة أن قوة التنظيم لم تتأثر بسبب استمرار تدفق المقاتلين الأجانب وحفاظه على مصادر التمويل والتأقلم مع الغارات الجوية، وترى أن الاستراتيجية الأمريكية على الأرض استراتيجية ضعيفة للغاية تعتمد على الضربات الجوية المحدودة العدد، إضافة إلى إصرار أوباما على عدم التدخل بريا. وإلى جانب هذه الأسباب، تقول لوموند إن الخلافات الداخلية بدأت تؤثر على أداء التحالف الأمريكي، فلكل دولة اعتباراتها ومصالحها، كما تعتبر أن التحالف عجز عن إيجاد شريك موثوق وفعال على الأرض يقف عند الخط الأمامي في وجه داعش. ما يعزز هذا السبب وصف المتحدث باسم إدارة أوباما برنامج البنتاغون لتدريب مقاتلي المعارضة في سوريا بالفاشل. من جهته، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركن أن عدم تعاون التحالف مع الحكومة السورية سيقوض فعالية جهوده، فيما رأى مدير الأمن القومي في مركز سياسة الحزبين الأمريكي أن أمريكا أخطأت في حساباتها عندما اتخذت من تركيا شريكاً في الحرب على داعش. إلى لبنان، حيث دعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح نائب ميشيل عون أنصاره إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع، محذرا قائد الجيش العماد جان قهوجي من إنزال الجيش في مواجهة التحركات الشعبية. عون اتهم قهوجي بتسييس الجيش ووضعه في خدمة السياسيين بطريقة غير شرعية. إياك يا جان قهوجي أن تنزل الجيش.
مش بمواجهتنا بتنزلوا نزلوا بالتجال عم بيسكروا الطرقات ويعملوا مشاكل، مع انه لهم حق اليوم. ما لكم حق تطموا الناس بالزباله وتواجهون، ما بتجي بتنزل الجيش هلا بوجه مظاهره عم نعملها نحن حتى نعبر عن انقراض السلطه بلبنان، عن انقلاب عم بيتم على رواق وانت جزء منه. انت عم تسيس الجيش لانك عم تحط الجيش بخدمه سياسيين بطريقه غير شرعيه. العماد ميشيل عون وصف قرارات الحكومة بحق المؤسسة العسكرية بالتعسفية. رئيس تكتل التغيير والإصلاح قال إن ما تقوم به الحكومة هو محاولة انقلاب عبر قدم مجلس النواب ثم المجلس الدستوري وقيادة الجيش. اللي عنده شجاعة كافية يروح يقر القانون اللي قدمته لمجلس النواب، تأسيس محكمة خاصة ومتخصصة بالجرائم المالية الواقعة على الدولة اللبنانية، ومننزع الحصانة عن الكل، ما يتهموا حدا، أو إذا بدهم يتهموا يتفضلوا بالأول يلفوا المحكمة اللي بدها تحاكم. العماد عون رأى أن اللبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص مهددون لولا وجود حزب الله على الحدود اليوم. اليوم يا لبنانية أنتم مهددين بكل شيء، وخصوص المسيحيين. اسمحوا لنا لأن نحكي وطنيا هالمرة، هالمرة مصيرهم مثل مصير نينوى. لولا ما كان حزب الله على الحدود عم يدافع عن حاله، عم يدافع عنا، عم يدافع عن لبنان، وعم بيدافع هؤلاء اللي عم بيهاجموه لأنه عم بيدافع عنهم. مش عارفين لو اخترقت حدودنا وصلولهم هن أول الضحايا بدهم يكونوا. إذن قرر التيار الوطني الحر في لبنان العودة إلى التظاهر أو العودة إلى التظاهر ضد ما يسميه الانقلاب والاستمرار في تجاوز مبدأ الشراكة، وتحذير رئيس التيار العماد ميشيل عون قائد الجيش من التعرض لمتظاهرين قد يعقد المشهد السياسي اللبناني. تقرير عباس صباغ. أنصار التيار الوطني الحر مجددا إلى التظاهر في شوارع بيروت الأسبوع المقبل، قرار أعلنه العماد ميشيل عون ردا على سياسات الإقصاء والتي وصفها بالانقلاب. الأزمة السياسية تشرع الأبواب أمام احتمالات عدة، فالتيار الوطني لن يسكت عما سماها الخديعة. عم بيقولوا نحن نرفض أي شريك، نحن السلطة بدنا إياها بالكامل، أنتم ما لكم أي حق لا بصفتكم التمثيلية ولا كونكم شركاء ولا يعني بضرب أساسا الميثاقية والدستور وكل القوانين، فإذا أنت ما عندك غير خيار سوى الانتفاضة. أما تيار المستقبل فيقلل من أهمية التحرك العوني المرتقب مؤكدا استمرار حكومة الرئيس تمام سلام. يعني هذا الكلام بيعرف العماد عون أنه الحكومة باقي بإرادة الجميع أو عدم إرادة الجميع، لأنه في ضغط دولي وأقليمي باستمرار هذا الاستقرار حتى لو كان هشاً، حتى لو كان هشاً، وبالتالي التلويح بإسقاط الحكومة، اللي بده يسقط الحكومة بيطلع بقدم استقالته وبيطلع برات الحكومة، مش بيضل يلوح. هذا التهديد غير مجدي وغير جدي. الخلاف بين التيار الوطني وفريق الرابع عشر من أذار ليس جديداً، وجاء قرار التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي لينسف كل محاولات التهدئة التي شاركت فيها قوى وشخصيات سياسية وأمنية. التصعيد المرتقب يضع الحكومة في موقف صعب، خصوصا أنها شبه معطلة منذ أسابيع بسبب الخلاف على آلية عملها بعد توليها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ أكثر من عام. الأزمة السياسية في لبنان إلى مزيد من التعقيد مع دعوة التيار الوطني الحر أنصاره إلى التظاهر ضد ما يسميه الانقلاب والخيانة. عباس صباغ من مقر التيار الوطني الحر في الرابي شمال بيروت الميادين. ينضم إلينا من بيروت القيادي في التيار الوطني الحر الدكتور ناجي حايك. دكتور حايك، سعد الله مساءك بداية، وتصعيد الخطاب الذي استمعنا إليه واللهجة لهجة التحذير التي استمعنا إليها من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون قبل قليل، هل ستنسحب أو تؤشر إلى تصعيد كبير سيكون في الشارع، وهل هذا التصعيد سوف ينسحب أيضا داخل المؤسسات اللبنانية؟ يعطيك العافية. حياك الله. رح يكون بالشارع
وراح يكون بداخل المؤسسات اللبنانية. نحن هدفنا تصحيح الخلل الحاصل بالدولة اللبنانية منذ أن أتى المرحوم الرئيس رفيق الحريري للحكم بسنة 1992. لقد أتى بذهنية تأحيدية تريد إخضاع البلد للمافيا المالية ولسياسة بعيدة عن الديمقراطية، كل البعد عن الديمقراطية. ولذلك نحن مش قبلانين أبدا قطعا أنه هذا الشيء يستمر خالص. وهلأ هن بتمديد لقائد الجيش، تمديد لقائد الجيش هو تمديد غير شرعي، لأنه ظروف التمديد لقائد الجيش تكون موجودة عندما لا يمكن تعيين قائد جديد للجيش. والحكومة هي موجودة وبتقدر هي تتمتع بصلاحيات الحكومة وبصلاحيات رئيس الجمهورية. طيب دكتور حايك، طلبنا أنه يتعين قائد للجيش بالسرعة الكبيرة. دكتور حايك، سقف هذا التحرك في الشارع، هل هو الهدف الأساسي منه الضغط على الحكومة للعدول عن هذه القرارات، أم تعديل سياسات الحكومة، أم إسقاطها؟ لا، الهدف ليس إسقاط الحكومة. نحن الحكومة هي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وتتولى صلاحيات مجلس الوزراء، وبالتالي نحن مش ما بدنا نسقط الحكومة أبدا. نحن بدنا أنه هالحكومة تتفضل تعين قيادات للأجهزة الأمنية، لأنه لا يجوز أن يمدد لقيادات الأجهزة الأمنية بهالطريقة أبدا أبدا أبدا. هيدي هي كل القصة، لا سقف لتحركنا، لأنه نحن يا أما هي بتزيح عن هال بترجع ترعوي عن غيها وبتروح للصراط المستقيم، يا أما نحن بدنا ننزل على الشارع ونسكر البلد ذهابا إلى العصيان المدني. نحن هيدي من حقوق اللبنانيين، ونحن تحركنا كله سلمي وكله لا يتنافى مع الديمقراطية أبدا، بالعكس هو جزء من الحركة الديمقراطية بالبلد. عندما لا نستطيع أن نصل لما نريده ولإحقاق الحق بالإقناع، بدنا نوصل للهجة الشارع. هيدا هو الواقع، لسوء الحظ ما بيوقفوا. هيدا نهج تيار المستقبل اللي هو مستوردينه من خارج الحدود اللبنانية. نحن وطن يتمتع بالديمقراطية وبالتعددية، هو بده يحطوه على شكل بعض الدول اللي لا تتمتع بهذا الأمر. طيب دكتور، هالفريق من اللبنانيين هني واقفين ضد المقاومة بدفاع عن الأرض اللبنانية، ضد هني مع داعش. هودي عم هودي مع داعش. ممكن هذا الشيء يصير؟ ممكن. طيب دكتور، نفهم من خلال هذا الجو التصعيدي بأنه كل قنوات الحوار أو التواصل توقفت؟ لا، حوار قنوات الحوار والتواصل بتضل مستمرة لو شو ما كان، لأنه نحن هدفنا مش التصعيد، هدفنا حل المشكلة، وحل المشكلة يكون بالتعيين. يا بيحلوا المشكلة يا احنا مش رح نوقف لا ولا محل. أشكرك جزيل الشكر دكتور ناجي حايك، القيادي في التيار الوطني الحر، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية العراق، حيث وصف رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قتل داعش أكثر من 2000 مدني منذ سيطرته على نينوى شمال العراق بالإبادة الجماعية التاريخية. وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قال إن داعش قتل بدم بارد أكثر من 2000 عراقي لأنهم رفضوا التعاون معه. عقابات الجريمة الداعشية الملعونة على جريمة النكراء يندى لها جبين الإنسانية وضمير العالم الحي، بارتكاب مجزرة مروعة بحق أهلنا في نينوى الحبيبة، عندما اغتالت غيلة وبدم بارد وبفعل لا يمكن أن يكون مرتكبوه ممن يمكن أن تطلق عليهم صفات الإنسانية أو مسمياتها أو سماتها. 2070 مواطنا من أهالي نينوى لا لشيء إلا لأنهم استجابوا لمنطق وطنهم الواحد. ونبقى في العراق، حيث دخلت التظاهرات هناك احتجاجا على تردي الخدمات أسبوعها الثاني. وفي هذا السياق خرجت تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على استمرار انقطاع الكهرباء في ظل موجة الحر التي تضرب البلاد. محمد شريف. لا تيارا كهربائيا في المنازل، لكن هناك تيارا كبيرا من العراقيين لم يعد يتحمل غياب الكهرباء، والأزمة التي كانت همسا بين الناس انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنفجر تظاهرات في أغلب المناطق. كثيرة هي الأمور التي تفرق العراقيين إلا الكهرباء. الجميع توحدوا على وجوب حل الأزمة جذريا. علينا أن نكون حذرين من أي مندسي
من جهات مشبوهة عقائدية غير عقائدية سياسية غير سياسية تحاول أن تغير دفة وجهة ووجهة التظاهرات. المرجعية الدينية دخلت على خط الأزمة ودعت رئيس الوزراء حيدر العبادي بصراحة إلى محاسبة المفسدين واتخاذ مواقف جادة من الأزمة الحالية وكشف الجهات التي تقف وراء تفشي ظاهرة الفساد في البلاد. الفساد الإداري المالي الذي استشرى في ظل الدولة العراقية وربما العراق أصبح من البلدان التي تتربع على عرش هذا الفساد هي التي يعني كانت السبب الرئيسي والمسبب لما يجري اليوم في العراق من تردي واضح للخدمات. وتعود أزمة الكهرباء إلى حرب الخليج الأولى منذ ذاك اليوم ولا حل لها بسبب الفساد والمشاكل الإدارية. وبلغة الأرقام فإن العراق الذي ينتج 11,000 ميجاوات بحاجة إلى 21,000 لتغطية حاجة البلاد بكلفة تقدر ب9 مليارات دولار أمريكي. توفير الخدمات من ماء وكهرباء وتحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي مطالب يؤكد عليها متظاهرو ساحة التحرير ببغداد. محمد شريف، بغداد، الميادين. في اليمن أعلن الائتلاف المدني لرصد جرائم العدوان ارتفاع حصيلة الغارات السعودية إلى 4430 شهيدا وأكثر من 11,100 جريح. إلى ذلك كثفت طائرات التحالف السعودي غاراتها على المناطق الجنوبية في محافظة مأرب حيث استهدفت تبة المصاربة والطلعة الحمراء والجفينة في المدينة. يأتي ذلك بالتوازي مع تواصل المواجهات في تعز ومأرب والضالع وأبين. في غضون ذلك نقل مراسل الميادين في اليمن عن مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع الفريضة بثلاثة صواريخ وغرف الشيخ ب12 صاروخا في جيزان السعودية. إلى هذا عرض الجيش اليمني مشاهد لاقتحام قوات موقع جلاح السعودي بعد استهدافه بعدد من الصواريخ كما استهدفت آلية مضادة للدروع في الموقع نفسه. وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية قد قصفا تجمعا لآليات عسكرية سعودية في موقع صلة بنجران واستهدفا مركز عليب في ظهران عسير. من جهتها أكدت وكالة الأنباء السعودية مقتل جندي سعودي بعد إصابته بقذيفة في قطاع نجران. إلى مالي حيث أعلنت السلطات مقتل 12 شخصا بينهم 5 جنود وثلاث رهائن في هجوم شنه مسلحون متشددون على فندق وسط البلاد يستخدمه موظفو الأمم المتحدة. وكانت قوات خاصة مدعومة بجنود فرنسيين أنهت الحصار الذي فرضه المسلحون على فندق في مدينة سيفاري وسط البلاد وأطلقت سراح 4 رهائن. في أفغانستان قتل جندي من حلف الشمال الأطلسي وثمانية متعاقدين في هجوم على قاعدة تستخدمها القوات الخاصة في كابول. مدير الشؤون العامة في مهمة الدعم الحازم لحلف الأطلسي في أفغانستان قال إن السلطات ما زالت تجمع معلومات عن الهجوم الذي أعقب هجمات انتحارية في مناطق أخرى من العاصمة الأفغانية. إلى ذلك ارتفعت حصيلة سلسلة التفجيرات التي هزت العاصمة الأفغانية كابول إلى 44 قتيلا وعشرات الجرحى. وكان انفجار ثالث هز كابول في أقل من 24 ساعة مستهدفا مقرا أمنيا قرب مطار المدينة أعقبته اشتباكات بين مسلحين وعناصر الشرطة. من جهتها تبنت حركة طالبان الهجوم الانتحاري الذي استهدف أكاديمية للشرطة غرب العاصمة وسبقه هجوم بشاحنة مفخخة وسط العاصمة. قطعت مجموعة من السينمائيين التونسيين مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا بسبب دعمه من قبل صندوق دعم السينما الإسرائيلي. قرار المقاطعة حظي بترحاب واسع من قبل الرأي العام التونسي. تقرير بلال مبروك. مبدع تونس ينتصرون لقضيتهم الأم مجدداً. مخرجون ومنتجون سينمائيون يقررون مقاطعة مهرجان لوكارنو السينمائي
بعد أن ثبت تواطؤه مع نظام الإبرتايد الصهيوني في فلسطين المحتلة ودعمه من قبل صندوق دعم السينما الإسرائيلي. المهرجان السويسري على أهمية جوائزه إلا أنه لم يثني الفنانين التونسيين عن قطع الطريق أمام أشكال التطبيع الثقافي. المقاطعة أو الاحتجاج كل ضروب هذا النوع من التحرك ضد محاولة إسرائيل لإيهام الكون وإيهام التاريخ وإيهام الدنيا بأنه المثقفين العرب رهم ليسوا لهم مشكلة مع إسرائيل، لا يا سيدي. قرار المقاطعة حظي بترحيب العديد من المنظمات الأهلية التونسية. الحملة الشعبية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل هنأت المقاطعين واعتبرت الخطوة هامة في مسار المعركة مع العدو الإسرائيلي، ولا سيما أن إسرائيل تسعى إلى اختراق شعوب المنطقة عبر التطبيع الثقافي. السينما يمكن أيضا أن تكون يعني سباقة بالنسبة لي يعني الألوان الأخرى، الألوان الثقافية الأخرى والعناوين الثقافية الأخرى، السباقة لتحريض الأمة على الصمود، لتحريض الأمة على المقاومة، لتحريض الأمة على مواجهة مخاطر التي تهدد وجودها وتهدد مستقبلها. بعد حملة المقاطعة الناجحة تبقى الحاجة ملحة لخروج السينما التونسية من مربع الإغراء والسيناريوهات الاستهلاكية إلى التصالح مع قضايا الأمة. برغم غياب فصل في الدستور يجرم صراحة التطبيع مع إسرائيل، النخب التونسية تلبي نداءات شعبها: لا مساومة مع أم القضايا ولا تطبيع مع الكيان الإسرائيلي. بلال مبروك، تونس، الميادين. تحت عنوان عمان المحبة والسلام تتواصل فعاليات مهرجان مدينة صلالة العمانية. المهرجان يستمر حتى نهاية شهر آب أغسطس ويضم مختلف العادات والتقاليد التي تمتاز بها سلطنة عمان. تقرير موفدة الميادين رولا بحصون. يدخلون من هنا إلى عالم مصغر من سلطنة عمان، عالم ينقلك إلى تراث لا يزال راسخا. فما بين رفة عين وانتباهتها يفترش مهرجان مدينة صلالة مجموعة من الأنشطة تجسد مختلف العادات والتقاليد هنا. طاهر قال ما شاء الله نشوف العروض التقليدية الظفارية، فأشياء جميلة خاصة الأكلات التراثية والأشياء الشعبية. على مدى أسابيع يعيش زائرو المهرجان تارة بين برامج ترفيهية وأخرى ثقافية في طقس خريفي، طقس شكل أرضا خصبة لكل زائري المهرجان الذين تدفقوا من مختلف دول الخليج خاصة والدول العربية والأجنبية عامة. والله شفت شيء صراحة يثلج الصدر، وحقيقة يعني هذه جنة الله في أرض صلالة حقيقة. وجايين على خريف صلالة لنزهة وتمشي ونتعرف على الزي الشعبي. أنماط الفنون تتبدى في أنغام وأصوات آلات عزف ورقص شعبي. مجموعات قدمت من محافظات عمانية مختلفة للمشاركة في سباق وتنافس هدفه إبراز الأهازيج المحلية للمناطق. أمام لجنة متخصصة يتبارى هؤلاء، يدخلون واحدا تلو الآخر وعلى إيقاع صوت محدد ليبدأ كل منهم باستعراض ما لديه من رقصات خاصة. عندنا معايير معينة لجنة التحكيم من خلالها نقيم المتسابق. أكبر المهرجانات السياحية في دول الخليج لا تزال فعالياته مستمرة بحضور يزداد يوما بعد يوم. في كل عام وفي هذه الفترة تعيش صلالة مهرجانها السنوي، تستقطب زوارها من كل حدب وصوب للتمتع بفعاليات المهرجان. مهرجان يعكس العادات والتقاليد في لوحات فنية مصغرة. من مهرجان مدينة صلالة جنوب سلطنة عمان، رولا بحصون، الميادين. ماتشو بيتشو مدينة ضائعة وسط السحاب على شفا جبلين من سلسلة جبال الأنديز، اختبأت قرونا ريثما اكتشفها الأمريكي هيرام بينغهام عام 1911 أثناء بحثه عن آثار الإنكا. شعب الإنكا الذي بنى المدينة الأسطورية في البيرو منذ أكثر من 600 عام ثم حجبها عن الأنظار خوفا من المستعمر الإسباني كما تخمن الحكايات،
حتى لم يعد تاريخها يعرف بدقة، ولا يزال تاريخ بناء ماتشو بيتشو مجهولا. فمن ناحية لا يوجد أي سجل مكتوب لتاريخ الإنكا، لأن الحضارة اعتمدت على النقل الشفهي. ويخمن البعض أن شعب الإنكا لم يرغب في احتلال الإسبان للمدينة واختطاف حضارتها، فلم يتكلموا عنها أبدا. إضافة إلى ذلك، بنيت المدينة على قمة جبل محاط بغابات كثيفة. وترجح أبحاث أن المدينة بنيت بأمر من إمبراطور الإنكا باتشاكوتي في أواخر القرن الخامس عشر، عندما وصلت الإمبراطورية في عهده إلى ذروة مجدها، حيث قسمها إلى زراعية على هيئة مدرجات وأخرى حضارية عاش فيها الإنكا ومارسوا أنشطتهم الدينية والمدنية. المدينة الغامضة تقع على ارتفاع 2340 متراً، وهي محاطة بواد سحيق يجري فيه نهر أوروبامبا، لترسم كل هذه العناصر مشهداً بديعاً للمدينة المعلقة. ماتشو بيتشو أي قمة الجبل القديم بلغة شعب الإنكا، تخترقها شوارع صغيرة مرتبة وأبنية وقصور وحدائق وقنوات ري وبرك استحمام. والمثير للعجب أن المدينة بأكملها مبنية من أحجار كبيرة الحجم ومتراصة فوق بعضها من دون أي أدوات تثبيت. بعد أقل من 50 سنة منذ اكتشاف أطلالها وفتحها، جذب الجمال الساحر للمدينة أكثر من نصف مليون سائح كل عام. في وسط هافانا يقع البازار أو السوق الشعبية، الذي يحوي أو يحتوي على معروضات وتحف تروي ملامح كوبا وثورتها. كما يمكن للسائح أن يتذوق حليب جوز الهند الممزوج بعصير الأناناس، إضافة إلى أشهى العصائر والفاكهة. وفاء سرايا. البازار أو السوق الشعبي وسط هافانا مقصد السياح ومحج الحرفيين الكوبيين. تتنقل في أرجاء البازار فتجد كل معروضاته تدل على كوبا بتراثها وثورتها وحتى رموزها، لكن اللوحات الزيتية هي أكثر ما يسرق النظر عند دخول سوق لافاريا. يأتي إلى كوبا سياح من لبنان وأمريكا اللاتينية وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا. في الوقت الحالي أظن أن لدينا 5 ملايين سائح، وهم يرغبون في القدوم إلى كوبا مجدداً. يعج البازار بالزوار، يختزل نبض الحياة في هافانا على وقع أنغام الموسيقى. تحف وأنتيكا، سيارات قديمة، السيجار الرمز بأنواعه وأحجامه المختلفة. معالم كوبا توثق هنا بالرسم أو بالحفر على الخشب. نقوم بأعمال حرفية على الجرار. لدينا حرف كثيرة تمثل التراث الكوبي كالعلب المزخرفة وأزواج من راقصي رومبا. ولدينا هنا عذراء كوبا إضافة إلى أشكال مختلفة من السيارات. ونبيع أيضا علب السيجار، فكما تعلمون السيجار هو من تراث بلدنا. ولدينا كما ترون قمصان مزخرفة للفتيات وملابس كوبية تقليدية، كل ما ترونه مصنوع يدويا. الجولة في لافيرا لا تنتهي إلا بعد تذوق العصير المحلي على أنواعه، البينا كولادا والكوكوفريو والسوكا. أنا أبيع هنا البينيا كولادا، وهو حليب جوز الهند الممزوج بعصير الأناناس. في أي دليل سياحي لهافانا تجد البازار الشعبي ومقتنياته شكلت بدورها دليلا سياحيا لكوبا خارج الحدود. لا يمكنك أن تزور هافانا مدينة الحلم كما يطلق عليها من دون التجول في بازارها الذي يعج بالسياح من مختلف أقطاب العالم. فكل هذه الرسومات جمعت التاريخ بالفن، بالحب، بالحرب وبالثورة وبحياة كوبيين أحبوا الحياة ببساطتها وسحرها. وفسرايا هافانا كوبا، الميادين. السلام عليكم. أصوات أمريكا الجنوبية لمصلحة الفرنسي ميشيل بلاتيني. مواقف أطلقه الباراغواياني إخوان أنخيل نابوت دعما لترشح رئيس يوفا إلى انتخابات رئاسة فيفا. رئيس كونميبول وصف بلاتيني بالرجل الاستثنائي لشغل المنصب بعد إنجازاته في الاتحاد الأوروبي. وسابقا كانت أصوات أمريكا الجنوبية تصب في مصلحة السويسري المستقيل جوزيف بلاتر.
مصالحة سريعة جرت في عمان بين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين ونظيره الفلسطيني جبريل الرجوب. فبعد عودته من مصر توجه الرجوب على نحو مفاجئ إلى منزل الأمير علي وأكد عمق علاقة رياضتي البلدين. وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن انتقدت الأمير علي على مصالحته. مصدر مقرب من الأمير رد بأن مصلحة الشعبين تتطلب تجاوز الخلاف. أحمد الفهد رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بالتزكية حتى عام 2019. الشيخ الكويتي سيحتفظ بمنصبه لعدم وجود أي منافس له بعد إغفال باب الترشح للانتخابات المقررة منتصف الشهر المقبل. الفهد نال ثقة 40 لجنة أولمبية آسيوية لاستكمال مشواره الممتد منذ عام 1992. وستقتصر الجمعية العمومية على انتخابات مقاعد عضوية المكتب التنفيذي. قبل افتتاح تشيلسي مبارياته في البريمير ليج امام سوانزي سيتي مساء اليوم، جدد رومان ابراموفيتش ثقته بجوزي مورينيو حتى عام 2019. اعلان اداره البلوز تجديد عقد المدرب البرتغالي جاء عشيه انطلاق حمله الدفاع عن اللقب. مديره تشيلسي مارينا كرامسفسكايا اعربت عن شكرها لما حققه السبيشال وان حتى الان مع تشيلسي، حيث لم يسبقه اي مدرب الى تحقيق الفوز بنسبه 70% من المباريات. لهدف يتيم للوكاس مورا وبطاقة حمراء لأدريان رابيو، افتتح باريس سان جيرمان حملة دفاعه عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي. تحت أنظار الوافد الجديد أنخيل دي ماريا اجتاز فريق العاصمة عقبة مضيفه ليل. هدف البرازيلي جاء في الدقيقة 57 بعدما حرمت كتيبة لارون بلون جهود رابيو منذ الدقيقة 28 لنيله بطاقتين صفراوين. وبهدف رومان باشيف في الوقت الإضافي فاز منتخب أوكرانيا على المجر في الدوري الأوروبي لكرة القدم الشاطئية بخمسة أهداف لأربعة. أنهى الأوكرانيون اللقاء أمام صاحب الضيافة. الفوز منح الصدارة لمنتخب أوكرانيا في الترتيب العام للمجموعة الأولى بثلاث نقاط أمام سويسرا الفائزة بستة أهداف لخمسة على إسبانيا. إلى عالم الكرة الصفراء، حيث تأهل الياباني كينيشيكوري إلى نصف نهائي بطولة واشنطن الأمريكية المفتوحة. المصنف ثانيا في البطولة فاز في دور الثمانية على الأسترالي سامويل غراف. نيشيكوري أنهى اللقاء بمجموعتين متتاليتين بواقع ستة أشواط لأربعة في كل منهما. نيشيكوري يلتقي في المربع الذهبي الكرواتي مارين سيلج. المصنف ثالثا في البطولة اجتاز عقبة الألماني ألكسندر زفيرف. سيلج أنهى اللقاء بسيناريو نفسه بواقع 7-5 و7-6. نبقى في أمريكا ومع تنس السيدات، حيث تأهلت الألمانية أنجيليك كيربر إلى نصف نهائي بطولة ستانفورد. المصنفة الخامسة عالميا أقصت البولندية أنيشكا رادفانسكا، عوضت تأخرها بمجموعة إلى فوز باثنتين بواقع 6-4 في كل منهما. كيربر ضربت موعدا في المربع الذهبي مع الأوكرانية إلينا سفيتولينا.